والله اسمي هنية، هنية بلو العريشة، احنا يعني حوالي راس العين. احنا من الطق جيش الحر طردنا، ضرب هجومهم من تركيا علينا وطردونا. والله هدفهم غير تينهبونا، انهبوا بيوتنا حرامية، جو حرامية، خذوا شعيرة، خذوا المازوطة، خذوا المعينة، خذوا ما خلوا، كله خذوه. أنا ثلج الحمى والعيسى عليان من منطقة راس العين، أبو راسين. نزحنا؟ نزحنا من جانا شيء هججنا غصب عنا، جانا جيش الحر وطرعنا. كل شيء خذوه من البيوت، كل شيء طردوهم، لا خلوا تراكتور، لا خلوا بضار، عنده مطور، عنده بيت، يعني طلعنا هشتان الحان. ما شلنا هشتان من البيوت، طغون. شيلون يجيبون شاحنات، ما خلوا براد، لا خلوا تلفزيون، لا خلوا غسالة، لا خلوا عند بيتك ستوك حب، عندك مطور ركب، عندك مطور مية على البير. احنا عندنا مطورات يعني دينا شو اسمه توازيات، يجيبون الرافعة شالوها بالسيارة وراحوا، شالوا طلعوا كل شيء، ما نقدر نروح على بلدنا الحين، ما نقدر. قاعدين هسه جايبين عائل وقاعد يسكنونهم بالبيوت. الغرش يوم يرحلون، قرض اللحاف ملقوح هناك والماعون هناك والصيني هناك والشيدان هناك، وكل شيء يدعسون وبدوش قحت. بيا الصب يضربونها، اللبن يهدون ويشيلون عمده، ايش خلوا علينا؟ احنا ثماني. خوله خليفه المحمد من جريته الطويله، وصار هالضرب من غاد يوم اردقان، والتمت عليني راحوا لليوم ما اعرف انه لا وقفت على لشته. وراه مرتين واربع اولاد وتاحوا بالبراري، ولليوم ما وقفت له على سايه، ومن هنا ضرب ومن هنا ضرب.